وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بجانب رأفته بها وحنانه عليها يريد أن يوجه أنظارها إلى عالم الآخرة، فقد جاءت فاطمة رضي الله عنها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي عنقها سلسلة من ذهب، فقال لها: يا فاطمة، أيغرك أن يقول الناس ابنة رسول الله وفي يدها سلسلة من نار؟ ثم خرج ولم يقعد، فأرسلت فاطمة بالسلسلة إلى السوق فباعتها واشترت بثمنها غلاما فأعتقت، فحدث بذلك لرسول الله فقال: الحمد لله الذي أنجى فاطمة من النار. لا شك أن قيام فاطمة بالتزين بسلسلة من الذهب لا يعد حراما، ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يحفظها في دائرة المقربين، وهو أساس التقوى والقرب من الله. صلى الله على النبي صلى الله عليه وسلم.